روى الإمام الحافظ بن حجر أسفاره طافحة بالدرر أن إمام المرسلين المصطفى صلى عليه الله مجدا ووفى. دعا قريشا لسبيل الحق وهديه منارة للصدق، لكنهم تفرقوا صدودا وذهبوا من هديه بعيدا. أتاهم بمحكم القرآن فانصرفوا للبغي والعدوان، وكان من أكثرهم أبو لهب. تبت يداه من مخازيه وتب، زوجته أكفر منه وأشد، في جيدها حبل عذاب من مسد، تاريخه يحفل بالخزايا، سجله يطفح بالرزايا، بغى طويلا ونأى، وعاد يحارب الإسلام والرشادة، عقبه اشتثت فكان أبترا، إلا بنتا له بها تدثرا، درة ظلت حوله قريبة، ترعاه رغم ما به من ريبة. هلا ومرحبا فيكم وأهلا وسهلا فيكم، ثالث حلقة من سلسلة قدوات. حلقتنا لليوم مميزة كتير وفيها كمان قدوة وضيفة جديدة كمان كتير حابة احكي عنها لأنه قصتها جدا 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 حلوة. قدوتنا لليوم واللي هي المؤمنة المهاجرة صالحة المسلمة القوية، مش بدي احكي بس فعلا حدا كتير كتير يعني بجنن. قدوتنا لليوم واللي هي درة بنت أبي لهب. توقفوا شوي، أكيد حتقولوا إنه كيف بنت أبو لهب، وأبو لهب من أكثر الناس اللي كانوا ضد الإسلام وكانوا معاندين، وكان من أكثر الناس كرها للدين الإسلامي وللرسول صلى الله عليه وسلم. مشان هيك أنا حبيت أحكي القصة اليوم لأنه قصتها في منها عبرة وفي منها أحداث كتير حلوة. وهلأ بدي أبدأ معكم القصة. درة نشأت في بيت كله معادي للإسلام، من أبوها أبو لهب ومن أمها ومن أخواتها، كل أخواتها كانوا معاديين للدين الإسلامي، ما كان في حدا معها، حدا يساعدها، حدا يكون سندها. مرت الأيام ومرت السنين وتزوجت درة، تزوجت بالحارث وأنجبت الوليد وعقبة وأبا مسلم، وكان زوجها على الشرك ايضا، يعني كان كل اللي حواليها مشركين وما في حدا منهم مسلم. لما بدات الرساله المحمديه وبدا الرسول صلى الله عليه وسلم بدا بالدعوه وبدا الناس تتعرف على الدين الاسلامي وانتشر وصاروا يلتحقوا بالرسول ليسمعوا القران، يسمعوا شو موجود بالدين، هون امنت درة واسلمت واتبعت الدعوه المحمديه ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. بدي لكم شغله، اللي ما بيعرف محمد شو بيقربها لدرة بيكون ابن عمها، يعني طبعا في صله قرابه بيناتهم. كانت درة تحت زوج مشرك مضل كاره للدين الاسلامي، وحتى ولا فكر انه يسلم، وحتى السيدة درة ما قدرت تقنعه بالدين الاسلامي. عاداها زوجها وكان قد شارك بغزوة بدر الكبرى، عم يحارب كان ضد الرسول صلى الله عليه وسلم هو وقبيلة قريش. بس المفاجأة مو هون، المفاجأة انه لما راح زوجها لدرة يقاتل في غزوة بدر الكبرى، شو صار له؟ انقتل فعلياً. زوجها لدرة المشرك المضل اللي كان دائماً يعاندها وكان دائماً ضدها يعني بإسلامها، هون انقتل. ولما انقتل زوجها لدرة هون أصبحت درة وحيدة كلياً، أهلها ضدها، لا أمها ولا أبوها، وزوجها توفى كمان. كانت تبكي وتبكي وتبكي على حالها وعلى حال زوجها. طب ليش كانت تبكي على حال زوجها؟ لأنه انقتل وهو على كفر، ما أسلم، وفوق هيك كان عم يقاتل ضد المسلمين. وفي مرة أعلن أبويها كرههما وعداوتهما للرسول صلى الله عليه وسلم، فخافت ذرة على ابن عمها وعلى دينها. بتعرفوا شو عملت؟ هاجرت وهربت.
هربت بنفسها لحاقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في مكان تجد فيه الأمن والأمان والإيمان، أحسن من المكان اللي هي كانت فيه واللي هو بين أهلها الكفار وإخواتها وأمها وأبوها. فكان الأحسن إلها ولدينها كمان إنه تروح على المدينة المنورة وتقابل الرسول وتقعد بجنب ناس مثلها لتتعلم الدين الإسلامي. توجهت من مكة مهاجرة إلى ابن عمها رجاء الآخرة. لقيها المعلم الرسول وفضله على الورى جميل، أنزلها منازل الكرامة ولم يشأ تحرجه الملامة، ولم يشأ يذكر عن أبيها شيئا من التنزيل قد يؤذيها. قدمت درة إلى المدينة المنورة، ولكن الصدمة والمفاجأة إنه نساء الأنصاري كان يعايرنها بوالديها. فكانت تجي واحدة وتقول: أأنت درة ابنة أبي لهب الذي قال الله فيه تبت يدا أبي لهب؟ وتقول أخرى: هل أنت ابنة حمالة الحطب؟ وكانت تجي ثالثة ورابعة وخامسة وتقلها: لن تغني عنك هجرتك شيئا، أي إنه ما استفدتي شيء من هجرتك، ما أبوك وأمه مشركين وضالين، فكيف أنت بدك تكوني مسلمة؟ لا، الدرة هذا الوضع صار صعب كتير عليها وما عادت تقدر تتحمل. راحت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لها في المدينة غيره. جاءته في بكائي طارعة في غاية الرجاء تقول: يا ابن عم يا ملاذي، وأنت من بمجده عياذي، عجائز الأنصار في المدينة جعلني من الأسى حزينة، يذكرنا بالسوء أبي أبا لهب، ويذكرنا أمي حين تحمل الحطب. طبعا القصة ما فيها هون انه كانوا بيعايروها بأمها وأبوها، لانه بوقتها بهداك الزمن بهديك الفترة نزلت سورة المسد واللي هي بتقول: تبت يدا أبي لهب وتب، عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فصاروا الناس اول ما عرفوا انه هي بتكون بنت ابو لهب وزوجته، صاروا الناس يضلوا يعايروها ومثل ما بيقولوا بيتمسخروا عليها انه هي بنت كفار وبنت مشركين. كانت عم تحكي له ودمعت من حرقة عيناها: ومن لها الا الامين طه. فنظر النبي للمسكينة وقال: لا تأسي ولا تخافي، لست بقاطع ولا مجافي. لما عرف الرسول شو صار معها وحكت له حكايتها ضايق كتير وعصب كتير كمان، قالها: اجلسي هنا. ثم صلى الظهر وصعد إلى المنبر. تقدمت درة باستحياء بارزة من سائر النساء حتى رآها واصل الأرحام معلم الحكمة للأنام، فقطع الخطبة في صرامة ولم يتم بعدها كلامه. وقف الرسول على المنبر تبعه وقال: يا قومي، هل لكلكم أنساب ورحم وليس لي أنساب؟ أما لكم قرابة ورحم ولي إليكم صلة ورحم؟ فقام فيهم عمر هدارا واستل سيفا صارما بتارا، وقال للرسول: من ذا الذي بغيه قد أغضبك؟ فألف سيف يتقون غضبك. فقال الرسول: قد أوذيت في أرحامي، يساء فيكم لبني أعمامي. وأشر على درة وقال: وهذه درة ابنة عمي، وحزنها وغمها كغمي، كل امرئ لكسبه رهين، من خائن قد يولد أمين، وسببي ونسبي موصول، ويا سعد من قريبه الرسول، ودرة درة أهل بيتي، وقد شرفت بالحي لا بالميت. طبعا درة كانت واقفة هيك بزاوية تزهو بما يقول: طوبى لمن نصره الرسول، رافعة شامخة في صحبها الجبين، تزهو على البنات والبنين، أقبل
أقبلت عجائز الأنصار عانقت فيها درة المختار، سألنها السماحة والغفران. شايفين قديش تغيرت مكانة درة، افتخرت بحالة وشافت حالة قدام الناس من الرسول عم ينصرها، وكان إلها سند قوي الرسول صلى الله عليه وسلم. تواقف هيك شامخة فخورة انه الرسول هو ابن عمها، وفخورة انها اسلمت كمان. وعاشت درة بعد هيك في امن وسلام بالمدينة المنورة، وتزوجت بدحية الكلبي وعاشت معه أيام بكل حب واحترام وإيمان وعفة. فكانت مشهورة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وكمان كانت مشهورة بكرمها، كانت من الناس اللي جدا عندهم صفة الكرم. طبعا السيدة درة مكانتها عند الله في العليين في جنات النعيم. وهيك بكون حكيت لكم قصة درة بنت أبو لهب، اللي بتلاقوا اسمها بنقول رضي الله عنها، وأبو لهب بنقول له شوفوا كيف كان إلها فخر كبير إنه وقفت قدام الناس هيك، والرسول قاعد يمدحها ويقول إنه هي قريبتي. فهيك سيدة درة كانت حدا قدوة وامرأة قدوة كل النساء بزمنها، وفعلا فعلا قدوة. وهيك بكون خلصت حلقة اليوم، بتمنى تكون خفيفة لطيفة عليكم. إذا حبيتوا الفيديو بتمنى تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة إذا لساتكم جداد، وتفعلوا جرس التنبيه. بتقلكم بنهاية الفيديو تحياتي.